الأخيرة بالنسبة للملك فاروق، يعني هل هو فعلا مات من التخمة كما يقال؟ يعني يقال إن الملك فاروق مات من التخمة، وإن حاولوا إسعافه، وفي قول آخر بيقول إن هو، ويمكن ده موضوع يعني انصبت من حولك شائعات كثيرة جدا بالنسبة للملك فاروق، وانت عارفها طبعا، ده يعني مسائل تكررت واتقالت طبعا يعني. فماذا بالنسبة للملك فاروق؟ لا شوف، هو أقول لك حاجة، هو التقارير اللي موجودة عند السلطات الإيطالية إن فاروق كان بيعاني بمرض في القلب، وإنه هو كان موجود في لوزان عند الدكتور بتاع القلب بتاعه قبل وفاته بثلاثة أيام. دي تقارير بتاعت الأجهزة الإيطالية. يعني طبعا الأجهزة اللي في إيطاليا بتبقى عارفة الناس المقيمين دول نشاطهم إيه، عشان ما يمسش سلامة وأمن بلدهم يعني. فهو كان معروف عنه اللي يعني إنه لا يستطيع أن يقاوم الأكل قدامه وبشراهة يعني. لكن قيل يعني ازداد وزنه بيأثر على القلب، وهو كان عنده القلب. وانا اعرف انهم حذروه يعني من قبل ما يموت بكذا سنه من ان حراريه الاكل مستمر وزياده الوزن مستمره ليها تاثير سيء على القلب. انما هو كان ما لا يستطيع ان يقاوم اغراء الاكل. مين الحضور في جنازه الملك فاروق؟ هم كان معظمهم طلاينة والحرس الألباني بتاعه ما حدش رسمي من الأسرة. شغل الأسرة الملكة كانوا عاملين ايه؟ بيعيطوا يعني عايز اقول هنا هناك مش عياط في ما جاي عندنا هنا او كانوا في حالة حزن شديد. لا ولا يعني عايز اقول لك حاجة، يعني هو ما كانش ليه الناس اللي لصيقي الصلة بيه اللي زعلوا عليه اكتر من بناته مثلا. يعني هي مراته النريمان والاميره فوزيه سافوا وراح حضروا الجنازه وبناته وكان احمد فؤاد ظن ايامي عمره 13 سنه. اظن النريمان غيرت الفستان في الطياره كما قيل يعني مفيش يعني ناس سافوا لسه من هنا من هنا ليه ما جوزها ده خلاها ملكه. كان مطلقها بقى له 15 سنه ولا حاجه واخد بالك، ولا 14 حوالي 10 12 سنه، وكانت اتجوزت وخلفت من بعده. فيعني لمجرد ذكرى انه ابو ابنها طلعت راحت وراه. انت كنت حزين على الملك فاروق بصراحه كده وانت ماشي في الجنازه؟ لا يعني عايز اقول وانت ماشي كده كنت حزين عليه؟ لا عايز اقول لك حاجه بصراحه كده، هو الموت حق وكل واحد هيموت. طب انت كنت بارك. حزين؟ ما انا عايز اقول لك حاجه، انت تحزن على حد مثلا انت كنت تربطك بيه صله، واخد بالك، صله موده، صله رحم، تزعل عليه. انما لما تزعل، طب ما انت كل يوم لو قريت صلحة الوفيات لازم تفضل زعلان طول النهار على كل اللي مات ونشر اصنامه، واخد بالك. يعني شعورك ايه في ناس الملك فاروق؟ شعوري انه وضع طبيعي، انه كان لازم حيموت سرر اورليت. طيب بصراحه بقى نتكلم بصراحه، واحنا بنتكلم بصراحه وانا عارف انك انت يعني ايه ممكن تجاوبني بصراحة، يعني وانت ماشي في جنازة الملك فاروق، هل انت الاول هقطعك ودي مناصب مرموقة، ثم تعمل بعد ذلك جرسون، وانت عملت جرسون في ايطاليا بعض الوقت، انا عايز اقول لك حاجة كويس، ثم تأتي بعد ذلك محافظا للمنوفية بعدها بشهرين؟ انا عايز اقول لك حاجة. اتفضل يا فندم. طبيعة عمل اي فرد قد تدفعه وتضطره. انا ما بحفرش من مهنه الجرسون اولا يعني، لكن تدرج الوظيفي امتهان مهن واخد بالك لفترات معينه لاغراض معينه لا تتعارض مع وظيفته الاصليه. يعني ممكن قوي ان انا ابقى صحفي في يوم من الايام وكذلك صحفي واعمل احاديث صحفيه مع الناس بما لا يتعارض مع وظيفتي الاصليه او شغلتي الاصليه. فش حاجه يعني ده من نواحي بس مش ممكن تعمل قنصل مصر العام في نيويورك وبعدين تعمل جرسون وبعدين بعدها بشهر واحد تعمل محافظ المنوفيه. انت جربت تشتغل جرسون؟
ايه؟ جربت يا ريت والله دي مهنة شريفة جدا. مهنة شريفة جدا. لا انا بكلم مش بحقر طبعا ولا دي مهنة شريفة جدا، لا مش بكلم من هذه الناحية، ولكن تدرج، التدرج الوظيفي المنطق. انا عايز اقول حاجة. التدرج الوظيفي ده واخد بالك، لما يكون مشتغل من كاتب الى مش كاتب بيترقى في سلك وظيفي معين. من كاتب في الارشيف لغايه ما بقى مش كاتب، واخد بالك؟ انما هناك وظائف اخرى لا تحتمل الترقي الوظيفي، انما انت بتاخد شخص معين لكفاءه معينه لمهمه معينه. اقنعت ازاي لفتره معينه؟ اقنعت ازاي الراجل صاحب المطعم انك تعمل لديه؟ انا عايز اقول لك وانت ما عندكش خبره في هذا المجال. انت ممكن تقنع اللي انت عايزه اذا كان عندك الكفاءه اللازمه. يعني انت لو عايز، لا انا بتكلم بحالتك الشخصيه. لا انا حالتي الشخصيه تختلف عن حياتك. انا ما اقدرش اقول ان حالتي الشخصيه هي الحاله الوحيده اللي في الدنيا. لا لا، طب ما في ناس هنا بيشتغلوا في مصر جراسونات واصلهم وهم ظباط مخابرات امريكيه. يعني هنا في ناس او بيشتغل بارمن وهو اصلا ظابط مخابرات امريكان. ما اقدرش اقول لك حاجه. يعني دي انا عايز اقول حاجه. انه التدرج الوظيفي اللي تفضلت سيادتك وقلته ده ما ينطبقش على الاعمال الخاصه. يعني كان داخل في نطاق العمل الامني. العمليات الخاصه. العمليات الخاصه. مختلفه العمليات الخاصة. عن العمليات الروتينيه العاديه. لكن قيل واسمح لي ان لما جيت مصر بعدها على طول بشهرين ثلاثه في نفس العام 65 اللي مات فيه الملك فاروق عينت محافظه المنوفيه، قيل ان هذا مكافاه على قتلك الملك فاروق. هو الاول مكافاه على ايه؟ مكافأة على قتلك الملك فاروق. ومين قال أنا قتلت الملك فاروق؟ هو ده السؤال؟ هو السؤال؟ يعني السؤال هل أنا قتلت الملك فاروق؟